نروح للقاءات مع جماهير السعودية بعد الخسارة، خسارة اليوم أمام المنتخب البولندي. الحمد لله، يعني كان مستوى لكن بدون نتيجة. خفوة مدافع في آخر المباراة، هجمات كثيرة، مسيطرين في أغلب المباراة، لكن مأمرين خير إن شاء الله على مباراة المكسيك بإذن الله. مباراة السعودية صراحة أدينا، لعبنا كويس، هاجمنا، لكن الحارس زي ما انت شايف تشيزني كان مقفل، كان جدار في المرمى. هذا الشيء ما قدرنا ان نسجل بسبب الحارس، هذه المشكله. المهاجمين عندنا ما في احد ينهي، حاولنا لكن ما في احد ينهي في المرمى، اغلبها تكون شوته سهله للحارس. الضغط كان كويس لكن التسديدات ما كانت كويسه.